وننتقل مشاهدينا إلى الخبر الثاني، فهو لإنجاز آخر لدولتنا بإطلاق أكبر نافورة في العالم في النخلة The Point. خلونا نشوف الفيديو اللي تم من خلاله الإعلان عن موعد حفل الإطلاق. مثل ما شفنا في هالفيديو بيكون الافتتاح 22 من هالشهر، والكل متأهب لكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس إن شاء الله، وإحنا قدها وقدود طبعاً. وأيضا مشاهدينا الحفل بيبدأ الساعة 4 العصر، وبيكون أيضا حافل بالفقرات الترفيهية من عروض راقصة وعروض الألعاب النارية غير الفعاليات والمسابقات المتنوعة، وأنا بكون موجود عشان أربح بس إن شاء الله بتوافينا بس على سبت تربح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بتوافينا بكل جديد بعد تنقلنا الحفل من خلال عدسة استوديو الظفرة. أكيد إن شاء الله. وأيضا مشاهدينا تم الإعلان عن افتتاح عودة افتتاح سفاري دبي بارك اللي تم افتتاحها أمس لاستقبال الزوار كل يوم من الساعة 9 لين 5. وطبعا كل اللي تحتاجه لحجز التذكرة هو عن طريق الأونلاين. نعم تدخل عن طريق الأونلاين، طبعا هذا بالتماشي مع الإجراءات الاحترازية، بيكون أيضا في كاميرات حرارية وأيضا أجهزة يدوية لقياس درجة حرارة الزوار، وأيضا توفير الفيندينج ماشين لبيع الكمامات والقفازات. صحيح بتعب ابتهال خلال التصوير، احنا نتكلم عن 119 هكتار ولكن كله يهون طبعا لمشاهدينا الكرام. طبعا اكيد يعني الحين عندنا تقريرين، واحد بيكون في حفل اطلاق نافوره النخله والثاني دبي سفاري بارك. ان شاء الله ان شاء الله هذه كلمه وعد، والمشاهدين كلهم وثقنا هذه اللحظه ان شاء الله. بتشوفوا تقارير على كيفكم.